احصائيه، اتكلمت مع فريق الاعداد بالكامل الحقيقه، وقلت لهم يا جماعه من فضلكم قولوا لي كده، هو الاهلي كسب المقاولين كم مره في الدوري العام بس، بلاش في الكاس ولا في البطولات الافريقيه، خلينا نعرف النادي الاهلي فاز على نادي المقاولين كم مره منذ صعود نادي المقاولين للدرجه الممتازه. 71 مباراه، 71 مباراه النادي الاهلي لعبها ضد نادي المقاولين العرب. النادي الاهلي فاز كم مره بقى؟ عايز حد يفكر يعني، حد يقول لي كده او يتخيل النادي الاهلي فاز كم مره؟ النادي الاهلي فاز 49 مره من ال 71. 49 مره من ال 71. وتعادل كم مره؟ 15 مره. يعني النادي الاهلي فاز على نادي المقاولين من ال 71 49 مره، وتعادل 15 مره، واتغلب 7 مباريات من 71 مباراه. يعني اللي انا اتعلمته واعرفه ان دايما لما بتيجي تتكلم على شيء بتتكلم على معظم او يعني ايه اللي حصل في خلال 70 مباراه. ده اللي الواحد اتعلمه يعني، معرفش هل ده صح ولا غلط. مهم لما تيجي تعرف مين المفروض يكسب مين، بتبص على ايه؟ بتبص على الارقام، بتبص على الاحصائيات، بتبص تشوف المستوى الفني والمستوى والتاريخ وكل شيء. فلما بتيجي تبص على الارقام دي هتعرف مقدما كده ان من المفترض ان النادي الاهلي لما يلاعب المقاولين العرب يفوز على المقاولين العرب، الشيء الطبيعي يعني، الشيء اللي هو إذا كان هناك حكما عادلا وكان هناك أمور جيدة داخل الملعب واللعيبة على الأقل في 60-70% من مستواها، مش هقول 100%. فده الطبيعي إن ده اللي يحصل، إن النادي الأهلي يكسب. اللي غير طبيعي بقى إن نادي المقاولين هو اللي يكسب. وأنا احترامي الشديد لنادي المقاولين، كلهم ناس أصدقائي وحبايبي، وكابتن عماد النحاس يعني عشرة عمر يعني، من احنا في النادي الإسماعيلي لغاية لما جينا النادي الأهلي وغاية لما بطلنا وعلى طول مع بعض. ولكن أنا بتكلم على أرقام وإحصاءات، والأرقام لا تكذب، الأرقام لا تتجمل. 71 مباراة النادي الأهلي فاز في 50 أو في 49 بس، فاز في 49 بس. فبالتالي لما تلاقي مباراة جاية للأهلي والمقاولين، من المفترض إن المباراة اللي جاية الأهلي هيلاعب فيها المقاولين، يبقى إن الأهلي نسبته أكبر إن هو يكسب. عشان أنا شايف إن في حملة شديدة جدا 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 على نادي المقاولين العرب. والناس طبعا ده الناس اللي بتعمل كده بيحاولوا يصدروا الضغط لنادي المقاولين العرب. بيحاولوا يصدروا الضغط لنادي المقاولين العرب. نادي المقاولين العرب عنده رئيس نادي محترم جدا، عنده مشرف على الكرة محترم جدا، عنده مدير فني محترم جدا جدا، كلهم محترمين الحقيقة. عماد النحاس ابن من أبناء النادي الأهلي أو عشقه كله أهلي، ولكن بكرة يتمنى أن يفوز على النادي الأهلي. عماد النحاس يتمنى أن يفوز بكرة على النادي الأهلي لأنه مدير فني نادي المقاولين العرب. هو ده اللي اتعلمناه بالمناسبة جوه النادي الأهلي، هو ده اللي اتعلمناه جوه النادي الأهلي مش في حتة تانية. فعماد عايز يكسب بكره وعايز ياخد الثلاث نقط، مش عشان حاجه، مش عشان كل الحمله اللي اتعملت دي، وعشان الكلام اللي اتعمل اليومين ثلاثه اللي فاتوا من بعد المباراه الاخيره، من بعد تعادل نادي الزمالك يعني. لان دي ربايه النادي الاهلي، او دي تربيه النادي الاهلي. النادي الاهلي كلنا لعبنا في انديه اخرى غير النادي الاهلي. انا لما كنت بلعب في حرس الحدود بعد ما تركت النادي الاهلي تقريبا لعبت حوالي 6 مباريات، منهم واحده في كاس مصر، في نهائي كاس مصر، وفزت على النادي الاهلي. النادي حرس الحدود فاز على النادي الاهلي في ذلك الوقت. ايه العيب اللي انا عملته؟ مفيش عيب، لكن انا كنت بجتهد جوه الملعب وبموت نفسي جوه الملعب عشان اكسب المباراه. هو ده اللي انا اتعلمته لما كنت في النادي الاهلي، ان مفيش حد بيعمل اي حاجه غير من خلال اصول وقواعد الاحترام. وجمهور النادي الاهلي في ذلك الوقت كل الاستاد قعدوا يسقفوا بعد المباراة لفريق حرس الحدود بالكامل. فعماد النحاس هيسعى بكرة بكل الطرق الممكنة والتكتيكية جوه الملعب، ده اللي أنا بتكلم فيه، إن هو يكسب النادي الأهلي بكل الطرق. هو ده اللي إحنا عارفينه، هو ده اللي إحنا اتعلمناه كجيل. خلينا أتكلم على الجيل ده، لأن عماد مني، من جيلي.
لكن حمله غير طبيعيه على نادي المقاولين العرب، غير طبيعيه على نادي المقاولين العرب. انا مش مصدق نفسي بصراحه. رئيس نادي محترم المقاولين العرب، مشرف على الكره بالمناسبه، لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله حصل حاجه بكره هقول نفس الكلام ده، هقول الناس دي ناس محترمه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا بكره، النادي الاهلي كسب نادي المقاولين العرب، هقول هذا الكلام برضه، لان انا عارف قد ايه الناس دي بتتعب ومموته نفسها. فشيلوا من دماغكم الكلام اللي حضراتكم عمالين تسمعوه ده من هنا ومن هنا، كل ده ما هو الا تصدير او ضغط لنادي المقاولين العرب، لان الكل يعلم ان الاقرب للفوز في هذه المباراه، مباراه غدا ان شاء الله ان شاء الله، يعني النادي الاهلي هو الاقرب للفوز، مش بكلام مش بالكلام، بناء على ما سبق، ده اللي احنا اتعلمناه، بناء على ما سبق، بناء على الارقام اللي قبل كده. نادي المقاولين نادي كبير، نادي عظيم، كلنا بنحترمه وكلنا بنحبه، دي ما فيهاش اي كلام، وعمرنا ما نقدر نغلط ولا نقول كلمه على كل لعيبه نادي المقاولين او المدير الفني للنادي المقاولين او رئيس النادي او كذا او كذا، كلهم ناس محترمه.